ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو بتاع النهارده هقول لكم ازاي نتعامل مع الحبوب اللي بتطلع لنا في بشرتنا، خصوصا ان احنا بقى يعني كلنا في مصر دلوقتي بقت اغلب طريقه اكلنا مش صحيه تماما. بناكل سكريات كتير، بناكل حلويات كتير، في ناس كمان بيطلع لها حبوب من منتجات الالبان. الناس اللي بتاكل زيوت كتيره قوي برضو بيطلع على وشهم على هيئه حبوب. الناس اللي بيبقى عندها ستريس وضغط طول الوقت، كل ده بيطلع في وشهم على هيئة حبوب. انا اخترت ان انا اعمل لكم الفيديو في الوقت ده بالذات، لان كمان في الصيف الحر شوية بيساعد ان الجسم يتملي حبوب والوش كمان يتملي حبوب، وكل الناس لسه خارجة من الامتحانات، فيدوب يعني الناس اللي خلصت تلحق انها تشتغل على الحبوب، والناس اللي هتطلع من تالتة ثانوي تلاقي ان الروتين جاهز يعني. ولو انت اي حد يعني بيعاني من حبوب ان شاء الله الفيديو ده يفيدك، فيلا بينا نبدأ الفيديو. طيب اول حاجه بقى هنتكلم عليها في الروتين بتاعنا ده، لازم يكون عندنا غسول. فايده الغسول ايه؟ ان هو بينظف بشرتنا من البكتيريا اللي بتكون عليه، بينظف بشرتنا من الاكسس اويلز او الزيوت الزياده اللي احنا بتكون على بشرتنا، اللي هي اساسا بتبقى سبب كبير ان احنا يطلع لنا حبوب في بشرتنا. كمان لو احنا عندنا تراكمات من ان احنا نازلين طول اليوم في الشمس وفي الحر مع الزيوت اللي بتطلع والاتربه، كل ده هيتراكم جوه المسام فيطلع على بشرتنا على هيئه حبوب. فانا لازم وحتما ان انا انظف بشرتي. فانا قدامي حلين، يا اما استخدم صابونه يا اما استخدم غسول العادي اللي هو السايل ده. انا من ناحيتي كايزيس شايفه ان الصابون مش بيمشي مع كل الناس، فروحت ريحت دماغي ونقيت نوعين غسول. النوعين بتوع الغسول دول انا شايفه ان حاولي تشتري الاثنين على قد ما تقدري، علشان هقولك احنا هنستخدمهم ازاي بالظبط. انا النوعين دول اللي اخترتهم كان البيوتي فورمولاز بتاعه اللي هو النوع اللي فيه تي 3 اويل، وكمان ستارفيل لانه فيه برضو ماده التي 3 اويل. التي 3 او الزيت بتاع شجره الشاي ده ماده شويه بتنظف البشره من البكتيريا اللي فيها وبتحارب البكتيريا وبتساعد ان انت تتخلصي من الحبوب اللي عندك. الفكره ان مش كل الانواع بتاعه الغسولات بتبقى فيها التركيزات بتاعه الماده دي بشكل قوي او بشكل واحد يعني يخليكي تتخلصي من الحبوب، وفي نفس الوقت تعرفي ان انت توازني البي اتش بتاع بشرتك، لان الماده دي شويه بتجفف البشره قوي. طيب احنا دلوقتي خلينا نتكلم عن بيوتي فورمولز الاول. في بيوتي فورمولز احنا عندنا الماده بتاعه التي 3 شويه مش قويه قوي، مش اكتر حاجه شديده، بس في نفس الوقت هو موجود. فانا محتاجه اعمل روتين للصبح وروتين بالليل. فاحنا الصبح بشرتنا بنبقى صاحيين من النوم، بشرتنا اهدى شويه، مش بيبقى فيه اي تراكم للبكتيريا او تراكم للزيوت كتير او الاتربه اللي احنا بنبقى مثلا جايين بيها من بره على بشرتنا، فمحتاج غسول خفيف شويه ان هو ينظف بشرتي. فالبيوتي فورمولاز هيبقى كويس قوي، لطيف جدا على البشره. طريقه استخدامنا ان احنا هنغسل بشرتنا عادي جدا، وابتدي ان انا ادلك بشرتي لمده 60 ثانيه، لان الغسول دايما بيكون فيه ماده فعاله، انا عايز وشي يستفاد من الماده الفعاله اللي موجود في الغسول ده، وفي نفس الوقت انا مش عايزه ان انا يعني اكون اللي هو بستهلك في الغسول من غير ما استفاد منه، لان ده مش حاجه بتفضل على بشرتي. فبعد ما بستخدم الغسول بتاع بيوتي فورمولز بنلاقي ان احنا شويه بشرتنا مشدوده، مش مشدوده بشكل مؤذي لان هو مش بينشف البشر قوي، بس هو ما اقدرش اعتمد عليه لوحده في ان انا اعالج الحبوب، لان هو خفيف شويه. يعني احنا لو احنا خارجين من بره، يعني جايين من بره ومستخدمين بقى ميك اب، مستخدمين سون بلوك فيه تراب على وشنا، ده مش هيبقى اكتر حاجه بتنظف بشرتنا، فمش هيكون كفايه. فده هنكتفي بيه للصبح. الخطوة اللي انا هعملها بالليل قبل النوم او مثلا واحنا خارجين من بره، ان انا هستخدم بقى الغسول بتاع ستارفيل، واللي هو برضو فيه مادة او زيت شجرة الشاي بس بنسبة اعلى شوية. ناس كتير بتشتكي من الغسول ده، لان انا بصراحة شايفة ان هما بيستخدموه غلط. الغسول ده ما ينفعش ان انا استخدمه كل يوم صبح وليل، لان بجد زيت شجرة الشاي اللي فيه بيجفف البشرة جدا، فخدوا بالكم من النقطة دي. ده هكتفي بيه ان انا استخدمه اخر النهار او بالليل على حسب يعني يومي بيمشي ازاي. المهم ان انا هستخدمه بعد ما اكون راجعه من بره. بلاش ان انت تستخدميه الصبح اللي هو انت لسه يدوب صاحيه من النوم، بشرتك يدوب فيها شويه زيوت خفيفه، زيوت طبيعيه لطيفه كده، مش عايزه ان انا اجففها كلها وبشرتي بعد ما جففتها قوي كده استفزها بان انا اروح مستخدمه غسول ناشف قوي يروح مضيع لي كل الزيوت اللي في البشره، فتروح البشره مطلعه زيوت اكتر عشان ترطب نفسها، بقى انا كده ما عملتش حاجه.
يبقى زي ما اتفقنا البيوتي فورمولاز ممكن نستخدمه الصبح، والاستورفيل نستخدمه بالليل كتنظيف للبشرة. طيب الحاجة اللي بعد كده هو ان انا هحتاج اعمل سكراب لبشرتي، بس سكراب بيكون بحاجة الحبيبات بتاعتها لو هي فيها حبيبات تكون خفيفة قوي، ويفضل اصلا استخدم حاجة ما فيهاش حبيبات تماما. والتقشير انا شايفة ان هو هيبقى كفاية مرتين او مرة واحدة بس في الاسبوع في الصيف لو انت بشرتك دهنية او مختلطة مايلة للدهنية، ولو انت بشرتك جافة حاولي ان انت ما تعمليش سكراب اصلا، يعني مش لازم ان انت تعملي سكراب. الناس اللي بشرتها دهنيه بس، عشان انا يعني بنزل الشارع في تراكمات زي ما اتفقنا على الوش، انا عايزه اتخلص من كل الحاجات دي، عايزه اشيل شويه طبقه الجلد الميت من غير ما اذي بشرتي. فانا لقيت حاجه بين البنين، لان مش كل الناس بتعرف تلاقي السكرابس اللي هي بتكون ما فيهاش حبيبات خالص، وفي نفس الوقت اغلب الحبيبات اللي منتشره في المنتجات اللي موجوده في السوق بتبقى ناشفه قوي. فيعني ممكن نستخدم السكراب ده من شركه اسمها بيوري، ودي ممتازه جدا 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 في كل حاجه بتعملها تقريبا. هي شركه امريكيه، السكراب بتاعها هو عباره عن باودر كده صغنن بتضيفي عليه شويه ميه وبتبداي ان انت تعملي سكراب لوشك، برغم ان هو بيكنج باودر برغم كده لا، هو التقشير بتاعه خفيف جدا 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 ولطيف، وهنكتفي بيه مرة او مرتين في الاسبوع زي ما اتفقنا بعد خطوة الغسول، ومش هنحتاجه يعني كتير. فتقدري تستغني عن السكراب ده اللي هو النوع اللي معايا ده باي نوع يريحك، انت حرة، بلاش تقيدي نفسك بنفس المنتجات اللي انا بتكلم عنها. بس خدي الفكرة، يعني انا اتفقت معاكي ان انا محتاجة غسول يكون خفيف الصبح وغسول ناشف شوية او يعني اتقل شوية بالليل، خدي الفكرة واشتري غسول اللي يريحك عشان ما تحسوش ان انتم مقيدين بنفس الحاجات اللي انا بقولها. بعد ما اتفقنا ان احنا عملنا السكراب، هيجي بعد كده الخطوة بتاعت الترطيب. الترطيب بتاعنا هستخدم الكريم بتاع أورجاكيرا، والكريم ده هو عبارة عن كريم مرطب حاجة كده بين البنين، مش بيديني ترطيب عالي قوي قوي يخلي بشرتي تتملي حبوب، ولا في نفس الوقت بيديني ترطيب خفيف قوي يخلي البشرة تحس انها مش مترطبة كفاية فبرضو تروح مطلعة حبوب. هي الفكرة من الترطيب عموما ان انا عايزة اوازن البي اتش بتاع البشرة، لان انا بالفعل استخدمت الغسول نظفت بشرتي شوية، ما بقاش في زيوت طبيعية تنظف بشرتي، فانا بدل ما اخلي البشرة هي اللي تفرز زيوت انا بديها ترطيب متوازن شوية ان هي تحس انها مترطبة ومكتفية من غير ما تريجر البشرة انها تطلع حبوب تاني، لان انا لو رطبت بشرتي بمواد تقيلة جدا جدا هيستفز البشرة وتروح مطلعة حبوب، ولو رطبت بشرتي بحاجات جل طول الوقت وحاجات خفيفة طول الوقت ده معناه برضو ان انا بستفز بشرتي انها تطلع حبوب، لان هي ستيل ما خدتش الترطيب الكفاية. فانا هعتمد على أورجاكيرا ده ككريم مرطب صبح وليل بعد الغسول. بعد كده بقى هنيجي للكريمات بتاعة الحبوب. احنا عندنا كريم اسمه جاكودون جل، ده شكله الكريم ده او الجل ده بمعنى اصح، تقدري تستخدميه على وشك كله وتعالجي بيه الحبوب مفيش اي مشكلة، بس انا مش بفضل كده لان هو زي ما اتفقنا جل، فانا عايزة بس احطه على المكان اللي انا عندي فيه حبوب، ساعتها هيكون كويس قوي زي ما تقولوا كعلاج موضعي. هو كل يعني المكونات اللي فيه حلوة جدا، في تي تري اويل، في جلايكوليك اسيد، في روزماري، في فيتامين اي، فيتامين سي، في كمان ساليسيليك اسيد، وفي كمان ريتينول ولافندر، كل المكونات بتاعته بصراحه ممتازه، بس هو الترطيب بتاعه يكاد يكون معدوم، هو حاجه جل قوي 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 يعني، وهو برده كعلاج للحبوب، فانا مش هقدر اقول لك خدي الكريم ده استخدميه طول الوقت كانه المرطب بتاعك. فاحنا ممكن بعد ما بنستخدم الكريم بتاع أورجاكيرا اشوف انا ايه المنطقه اللي عندي فيها حبوب وابتدي ان انا استخدم الكريم ده فوقيها. تمام، في اختيار تاني وهو الاستورفيل. الاستورفيل الميزه فيه هو كريم تقدري تستخدميه يا اما على وشك كله يا اما كعلاج برضو للحبايه نفسها، شوفي المكان اللي بيطلع لك فيه حبوب خدي منه حته صغننه، ومع ذلك برضو احنا مستخدمين الكريم بتاعنا اللي هو الأورجاكيرا عادي عشان ارطب بيه بشرتي، وفي نفس الوقت احطه كعلاج موضوعي ان انا اعالج بيه الحبوب. الميزه في الكريم ده ان انت لو انت حد بشرته بتطلع دهون زياده قوي 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 زياده عن اللزوم، وانت الصبح محتاجه فعلا حاجه خفيفه، ممكن تستخدمي الستارفيل عادي جدا بدل ما تستخدمي الأورجاكيرا، هيبقى خفيف معاكي وتخلي الأورجاكيرا لبالليل، لان زي ما اتفقنا احنا بالليل بشرتنا هتفقد كل الترطيب اللي فيها، فمحتاجه شويه حاجه اتقل من العادي، لكن ده تاخدي منه حته صغننه جدا هتلاقيها بتتفرد على الوش كله وتبداي تستخدميها. شوفي الطريقه اللي انت عاجباكي واستخدميها، يعني استخدمي بيها عادي جدا. فده النوعين دول هيبقوا حلوين للناس اللي عندهم حبوب كتيره في بشرتهم، او طول الوقت طول الوقت معرضين ان هم بيطلع لهم حبوب بشكل كبير قوي في بشرتهم. الاثنين ممتازين. في بقى
خطوة كمان هنعملها دي تعتبر كعلاج موضعي لو انت حد بيطلع له حباية كل فين وفين. يا اما تستخدمي الكلين اند كلير اللي هو الجل ده، ده عبارة عن جل او سبوت جل بتحطيه على صباعك وتحطيه على مكان الحباية بالظبط وتبدأي ان انت تنامي بيه بيعالج الحباية. يا اما الباتشات بتاعت كلير سكان من ايفون دي برضو بتاخدي الباتشاية عبارة عن باتشاية مدورة كده تحطيها على الحباية وتنامي بيها. بس انا بصراحة هقول لكم انا مش بفضل ان انا اخد الباتش دي او حتى الجل ده واستخدمه بالليل وانا نايمة، لسبب زي ما اتفقنا احنا بالليل بننام بنتقلب كتير فمش هعرف استفيد بالمادة الفعالة اللي جوه الحاجة دي وانا نايمة، لان يعني دي وانت بتتقلبي هتلاقيها اتشالت من على وشك، وده وانت بتتقلبي هتلاقيه ان هو اتشفط او اتشال كله من على وشك. فانا ليه اعمل في نفسي كده؟ شوفي يوم انت قاعدة فيه في البيت ما تنزليش الشارع، حطي السبوت تريتمنت دوت فوق الكريم المرطب بتاعك، شوفي ايا كان هتستخدمي ايه. انا زي ما رشحت لكم ارجاكيرا استخدميه وابداي ان انت شوفي الحبايه اللي طالعه لك، خصوصا كمان لو هي حبايه معبيه، حبايه معبيه كتير قوي حطيها عليه، في خلال 48 ساعه بتلاقي ان الحبايه اتعالجت، فكويسين جدا بصراحه وعجبوني. في خطوه كمان زياده تقدري تعمليها، وهي لو انت مثلا حد بيستخدم ميك اب او كده، او مثلا لسه راجعه من بره حتى لو انت ما بتحطيش مكياج، ممكن تستخدمي الباتشات بتاعت التي تري اويل دي، دي خفيفه جدا مش مؤذيه تماما، ما بتعملش اي حاجه ولا بتحسس البشره. تاخدي منها واحده عباره عن مناديل كده من جوه، تاخدي منها واحده وتبداي ان انت تمسحي بس بيها وشك اول ما ترجعي من البيت، بحيث ان انت تعملي ريفرش كده لوشك وان انت تشيلي كل الاتربه وكل الحاجات اللي عليه. هيساعد برده لانه في ماده او زيت شجره الشاي، فالروتين ده هيكون كويس جدا معاكي. انا من ناحيتي كايزيس انا مش برشح ان انتوا تستخدموا ماسكات، لان الماسكات بحس انها بتجفف البشره قوي، وانا طالما بستخدم علاجات موضعيه مش لازم ان انا استخدم ماسك. لو عايزين تستخدموا ماسكات يفضل تستخدموا ماسكات طينيه اللي هو الطمي، يعني حاجات طين وحاجات اللي هي فيها فحم وكده، بس انا مش بحب الماسكات مؤخرا، شايفه ان انا اعمل روتين يعالجني براحته احسن بكتير. بس كده عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تروحوا عندي على انستجرام تجربوا اي منتج تقسيم، تقسيم يعني تاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل. اغلب الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي موجوده في اي هايبر ماركت، موجوده كمان في الصيدليه، هقول لكم كل حاجه اشتريتها منين. الارجاكيرا هم ليهم صفحه اصلا على في الفيسبوك، هسيب لكم الاسماء بتاعه كل المنتجات في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف عشان تعرفوا ان انتوا تكتبوا اسماء المنتجات. البيوتي فورمولاز والحاجات زي اللي هو البيوري وكمان الجل بتاع كلين اند كلير ده كله هتلاقوه يا اما في هايبر وان، يا اما في سعودي، يا اما في مترو، اللي هي لاي هايبر كبير عموما، بلاش الهايبرات الصغيره زي عبد الله عثيم وبيم والحاجات دي مش هتلاقوا فيها. الحاجات بقى زي مثلا الستارفل والكريم بتاع الحبوب دوت اللي هو اسمه جاكو دانجل، دول كلهم موجودين في الصيدلية عادي لانهم حاجات طبية ما فيهمش اي مشكلة. الباتش بتاعت ايفون هتلاقوها في اي حد بيبيع ايفون كده يعني، فاهمين؟ بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، متنسوش تعملوا لايك وشير، اشتركوا في القناة، واشوفكم الفيديو اللي جاي.